الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. الليلة أبرز عناويننا مع حضراتكم: الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية التصعيد العسكري في المنطقة. استشهاد أكثر من 1128 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. حواراتنا الليلة مع حضراتكم: الحوار الأول، الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عمليات النزوح مع استمرار أعمال العنف في الأراضي المحتلة. أيضا جهود مصرية مكثفة للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل. أهلا بحضراتكم. بداية الأخبار: تلقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية والجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تنسيق جهود جميع الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد باعتبار الأولوية في الوقت الراهن، حقنا لدماء المدنيين من الجانبين وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تبذل مساعيها وتكثف من اتصالاتها لاحتواء الموقف في الصراع بالأراضي المحتلة. وشدد سيادته خلال استقبال نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافاتهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسؤولين الإيطاليين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد تطلع المتبادل لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين ومواصلة التطور الإيجابي والدفعة القوية للتعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والروابط الثقافية العميقة بين الشعبين. وقد تم التباحث في ذلك الإطار بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل الجاري لدعم الإنتاج الغذائي والتعاون الصناعي المشترك، فضلا عن استغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. كما تم تثمين الاستثمارات المتنامية التي تقوم بها الشركات الإيطالية في مصر. وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية والإقليمية، تطرق اللقاء للتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تم التوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصا على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة. كما أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي تعويل إيطاليا على دور مصر المهم والحيوي في هذا الصدد. وأوضح السيد الرئيس من جانبه أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعا لتفاقمه، مشددا على أهمية وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، ومحذرا من العواقب الخطيرة أمنيا وإنسانيا للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيان بيترو بندتي رئيس مجلس إدارة شركة دانيلي الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ولواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالشركة الإيطالية. اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر وشركة دانيلي الإيطالية التي تعد من أعرق وأكبر الشركات العالمية في صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب، حيث أعرب رئيس الشركة الإيطالية عن التزام التوسع في أنشطة الشركة في مصر من خلال إنشاء المجمعات الصناعية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية في مصر، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية والبنية التحتية المتطورة في مختلف القطاعات. وقد أكد السيد الرئيس في هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة دانيلي وغيرها من الشركات الإيطالية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا. كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصري وتوفير الفرص له للنمو والازدهار في إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية، مع إقامة مراكز فنية إيطالية في مصر لتدريب العمالة للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية للكوادر المصرية. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة، كما تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وللمزيد من المتابعة ومتابعة الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. أستاذ محمود تحياتي، يعني كيف ترى الصورة أبرز ما يمكن أن ترصده أنت؟ نعم سيدي، حقيقة الواقع في قطاع غزة صعب جدا. الغارات الإسرائيلية ما زالت تسقط على رؤوس المواطنين. القذائف المدفعية ما زالت تسقط أيضا على رؤوس المواطنين منذ ساعة تقريبا، والبوارق الزوارق البحرية المتواجدة في عرض البحر أيضا تطلق الرشاشات على رؤوس المواطنين المتواجدين في مناطق غرب قطاع غزة. طبعا نتحدث عن حالات كبيرة وعمليات استهداف كبيرة لمنازل المواطنين. تقريبا في تمام الساعة السادسة كانت هناك عدة غارات بشكل مكثف على منازل المواطنين في أكثر من منطقة في القطاع، يعني تقريبا خلفت هذه الغارات ما يزيد عن 50 شهيد في نفس التوقيت، وهناك عدد كبير أيضا من الشهداء والجرحى متواجدين تحت الأنقاض. طواقم الدفاع المدني تمارس عملها وفق الإمكانيات المتاحة والموجودة معها، لكن ما زالت هناك أيضا يعني عدد من الشهداء متواجد تحت الأنقاض. الإمكانيات الموجودة لدينا حقيقة لا تكفي للتعامل مع حجم الدمار الهائل والكبير. الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التهجير ويمارس سياسة النزوح التي من خلالها يتم الاتصال على مناطق كاملة من قبل المستوطنين، قطعان المستوطنين ومن الجنود، بإعطاء تعليمات للمواطنين أن يعزل بإخلاء المناطق، وهذا طبعا يؤثر على الحالة النفسية الموجودة لدى المواطنين في قطاع غزة. حقيقة يعني هناك معركة شرسة، معركة إبادة جماعية تحدث الآن في قطاع غزة، استهداف لمنازل المواطنين دون سابق إنذار. اليوم ونحن متواجدون في مقر مشفى الشفاء كان هناك استهداف لبرج سكني في تلك المنطقة دون سابق إنذار. كان هناك حقيقة حجم الدمار كان هائل جدا. هذه المنطقة كانت مكتظة بالسكان، ولكن الاحتلال لا يبالي ولا يحترم لا مواثيق دولية ولا يحترم مواطنين ولا يحترم إنسان، ولذلك يستهدف الحجر والشجر. طواقم الدفاع المدني متواجدة حتى هذه اللحظة وتمارس مهامها على أكمل وجه، لكن هناك أيضا صعوبات كبيرة تحول لطواقم الدفاع المدني من أن تكمل مهامها على أكمل وجه نتيجة قلة الإمكانيات وقلة المعدات الموجودة لدى الطواقم. حقيقة نشدنا أكثر من مرة الدول العربية، ونحن أيضا نناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة إدخال طواقم دفاع مدني ومعدات دفاع مدني ثقيلة من أجل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض. ومن أجل إزالة الركام الموجود على رؤوس المواطنين المتواجدين تحت الأنقاض. هذه حقيقة هي صورة المشهد، لكن لا نعلم الساعات القادمة كيف هو المشهد، مع العلم أن هناك حصار مطبق على القطاع، المازوت الذي يعني تعمل طواقم الدفاع المدني من خلاله أيضا على وشك الانتهاء. المشافي الموجودة في القطاع تكاد تنتهي الكهرباء عن الجرحى وعن المرضى المتواجدين داخل هذه المنازل. نتحدث عن جرائم بكل ما تعني الكلمة، وكأننا نتحدث عن مجازر كصبرة وشتيلة تحدث وتعاد الذكريات في قطاع غزة. أنا بشكرك جدا الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، شكرا جزيلا. أكد وزير الخارجية سامح شكري سعي مصر الدؤوب إلى الوصول إلى تهدئة الصراع في الأراضي الفلسطينية والعمل على تجنيب زيادة الخسائر ما بين المدنيين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو باتالي. بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وتجنيب المدنيين مخاطر التصعيد العسكري، شهدت وزارة الخارجية نشاطا مكثفا استهلها وزير الخارجية سامح شكري بلقائه مع السيد تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا. ثم استقبل شكري نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الإيطالية. تناولنا أيضا بقدر كبير سواء خلال تشرف الوزير بلقاء السيدة الرئيسة أو خلال مباحثاتنا العلاقات الثنائية السياسية الاقتصادية. كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، والشريك الرابع على مستوى العالم، عدد كبير من الصادرات 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا. نحن نعمل معا وكان إيجابيا كثيرا اللقاء مع سيادته وأيضا مع فخامة سيادة الرئيس السيسي هذا الصباح، وتحدثنا عن العلاقات الثنائية بين البلدين بين مصر وإيطاليا. ومصر بلد أساسي لاستقرار المنطقة في المتوسط. وفي مؤتمر صحفي أكد الجانبان على أهمية تهدئة الأوضاع في غزة واحتواء الأزمة للوصول إلى حل من أجل استعادة قدر من الاستقرار بالمنطقة. كان هناك تبادل رؤى حول هذه التطورات المؤسفة وأهمية التصعيد، تخفيف التصعيد ووتيرة التدمير واستهداف المدنيين والعمل على خروج من هذه الأزمة ومراعاة القوانين الدولية المتصلة بحماية المدنيين. لمصر دور مهم جدا، ونحن سندعم كل المبادرات التي تقترحها مصر وتقوم بها من أجل البحث عن أو من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن. كما بحث الجانبان العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كان من أبرزها قضية الهجرة غير الشرعية. تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية لكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لمعالجة هذه القضية، وأيضا التركيز على إمكانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية لكي نكافح ضد مهربي البشر الذين يهربوا أيضا الأسلحة، الذين يهربون الأسلحة والمخدرات. ونحن كنا في روما نتحدث عن ذلك، وسنستمر في العمل معا من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة. واتفق الطرفين على استمرار التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في ضوء الزخم الكبير التي تشهده في الفترة الأخيرة. جهود وتحركات حثيثة تقوم بها مصر وعلى أعلى المستويات لوقف الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتجنيب المدنيين، التعرض لمخاطر التصعيد العسكري بين الجانبين، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ المناطق تجاه ركائز الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالينا في قطاع غزة، محذرا من مغبة التوسع في سياسات العقاب الجماعي والتجويع. جاء ذلك خلال استقباله تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا، وذلك في إطار متابعة تطورات وتداعيات التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب. سيد النائب، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك. يعني اتصالات مصرية على كل المستويات إقليميا ودوليا لوقف التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الهجوم الإسرائيلي غير المبرر على قطاع غزة. يعني في تقديرك، يعني كيف تصف الأوضاع في قطاع غزة والاتصالات المصرية في هذا الإطار؟ يعني السؤال حضرتك الشق الاول كيف اصل ثم الجهود المصريه، وانا اخذهم بالترتيب. ما اراه اليوم في غزه وفي فلسطين وعلى كافه الاراضي الفلسطينيه هو عدوان اسرائيلي من قوى احتلال ضد شعب مدني مسالم. فاحنا قدام طرفين، الطرف الاول قوات احتلال ودوله احتلال تسمى اسرائيل، وشعب فلسطيني اعزل له عدد من الحقوق المشروعة وله حماية دولية يفترض في ظل القانون الدولي الإنساني لا نراها حتى يومنا الحالي. شايف برضو أن المجتمع الدولي بيكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية. يعني أنا تابعت بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية اللي يعني بتقلب الموازين وبتقلب الأمور في غير محلها. احنا عندنا شعب فلسطيني أعزل قدام دولة احتلال لديها كل القدرات العسكرية وبتقوم باستخدامها في التوقيت الحالي ضد شعبنا واخواتنا واشقائنا الفلسطينيين. فده امر مرفوض جملة وتفصيلا، واحنا بنساند وبندعم وبوصلتنا واضحة في دعم الحقوق المشروعة لاشقائنا الفلسطينيين. وما اراه اليوم ايضا هو تهديد مباشر للامن القومي العربي وفي قلب الامن القومي المصري. لان هذه الاشتباكات وهذه الامور بتحدث على حدودنا الشرقية، وبتحدث ضد شعب عربي مسالم، وبتحدث باستمرار مستمر، وحالة من حالات الحصار المستمر مفروضة من احتلال. احنا النهارده سنة 2023 وما زالت في دولة بتمارس أساليب الاحتلال اللي كانت موجودة في القرن الماضي ضد شعب عربي. ده بشكل واضح للأمور. الجهود الدولية اتفضل. سيادة النائب، مصر أكدت وقوفها التام مع الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، ولكنها أكدت في نفس الوقت أن الأراضي المصرية هي مصرية خالصة وليست مستباحة، رافضة بكل تأكيد ما طرح بشكل أو بآخر من دعوات التوطين أو النزوح أو ما إلى ذلك. يعني كيف ترى هذا الأمر؟ خليني أقول لحضرتك موقف الدولة الوطنية المصرية ثابت من بداية القضية لغاية يومنا الحالي. صحيح. في دعم أشقائنا الفلسطينيين لم ندخل ولن ندخر ولن يحدث أي تراجع في هذا الموقف. النهاردة أنا شايف بتعليمات من سيادة الرئيس التحالف الوطني بيعمل قافلة إغاثة هي الأكبر للشعب الفلسطيني. في اتصالات على كافة المستويات للتهدئة وعلشان ننقذ حياة أشقائنا في والسماح بدخول المساعدات إلى الأشقاء في غزة. دخول المساعدات الى اشقائنا الفلسطينيين من خلال القوافل اللي بتتم في الوقت الحالي. اما مساله تهجير الفلسطينيين مره اخرى او ازاحتهم مره اخرى في موجه تهجير جديده او تغريب جديده للشعب الفلسطيني فهو امر مرفوض، ومش مرفوض بس مننا كشعب مصري، احنا مرفوض من جانب كل الشعوب العربيه، وفي مقدمتنا الشعب الفلسطيني اللي لن يسمح باي حال من الاحوال ان يتم تهجيره من ارضه او من منازله تحت اي شكل من الاشكال. احنا في التوقيت الحالي لما بتحصل مفاوضات مع الاسرائيليين بنتكلم في امرين الدوله الوطنيه المصريه متمسكه بيه. اولا وجود دولة ذات سيادة على حدود 4 يونيو سنة 67، سيادة كاملة غير منقوصة للشعب الفلسطيني، والأمر الآخر هو حق العودة للفلسطينيين. فما بالك بقى أن بعض لديه أضغاث أحلام اللي هو يهجر فلسطينيين آخرين أو يضيف أعداد آخرين للاجئين الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. ده أمر غير مسموح، ده أمر بيمس الأمن القومي العربي بالكامل، ده أمر غير إنساني. هو ده كمان معناه نهاية القضية الفلسطينية تماما يعني. وهي محاولات عديدة من الجانب الإسرائيلي لتفريغ القضية دي، مش أولها ولن تكون آخرها، لكن أنا متأكد من وعي الشعب الفلسطيني ومتأكد من قيادة ووعي الدولة الوطنية المصرية تحت ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني صاحب الخلفية العسكرية المعهودة عليها الحفاظ على الأمن القومي للدولة الوطنية المصرية. ده من ناحية، من ناحية أخرى احنا لن ندخل جهد في عودة التهدئة، لأن ده بالمقام الأول في مصلحة أشقائنا الفلسطينيين اللي احنا نبعد عنهم آلة القمع الإسرائيلي، اللي أنا بتأييدي في التوقيت الحالي إن القمع ده وصل لمسألة الإبادة العرقية للشعب الفلسطيني. صحيح. ومحاولة بكل الأشكال لاستهداف المدنيين دون التفرقة، وده أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني بكل أشكاله. أنا بشكرك جدا السيد النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، شكرا جزيلا. طلب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من جميع الأطراف التمسك بأقصى درجات ضبط النفس وتقدير عواقب الأفعال، وأكد أبو الغيط رفض الممارسات وردود الفعل الإسرائيلية المبالغ فيها، معربا عن تضامنه مع سكان قطاع غزة. هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب. إن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي. نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً وإدانتها بأشد العبارات. وأكد أبو الغيط رفض كافة أعمال العنف ضد المدنيين وعمليات التدمير الممنهج التي تقوم بها أو التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة. وأكد الأمين العام لجماعة الدول العربية على ضرورة وقف التصعيد الذي يعرض مستقبل المنطقة كلها لتهديدات جسيمة. ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال. إنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم. إن المجلس الموقر عبر مرارا خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار. التصعيد الجاري ليس وليد اليوم، ولكن له أسبابه الجذرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو غزة مشكلة أمنية لا أكثر. وأكد أبو الغيط أن الدول العربية تبنت طريقا لحل الصراع الفلسطيني على أساس مبادرة السلام العربية التي توفر الأمن والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة. وشدد الأمين العام لجماعة الدول العربية على أن إسرائيل اعتبرت أن الاستيطان أهم من السلام. لقد تبنت الدول العربية كذلك وعبر السنوات الماضية طريقا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية ووفق صيغة الدولتين، أنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة، ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام، وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة، وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد. وأمعنت حكومة الاحتلال، حكومة إسرائيل، في قمع الفلسطينيين واستفزازهم. أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أيضا أن المسار الوحيد لصون الحياة لأبناء الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي هو إنهاء الاحتلال وتوقف دوامة العنف. هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين، إنه المسار الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين: إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أتمنى أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام. أرجو أن تتوقف دوامة العنف فوراً، لأنها لن تفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام، وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن انسداد أفق الحل السياسي تسبب فيما آلت إليه الأوضاع الآن، فضلا عن رفض إسرائيل وقف الممارسات التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني. لطالما حذرنا أيضا من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، ورفض الحكومة الإسرائيلية وإفشالها لأي جهود عربية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات، وإفشالها المستمر لجميع التفاهمات الموقعة لتحقيق التهدئة. ليس هذا فحسب، بل والتعامل مع شعبنا وفقا لخيارات سموتريتش الثلاث التي عرضها في خطته الاستعمارية العنصرية التي يتفاخر بها، عارضا على المواطنين الفلسطينيين الاستسلام والتعايش مع الاحتلال أو القتل أو التهجير. وأكد المالكي أن قطاع غزة يشهد مجازر جماعية أشبه بالإبادة الدولية باستخدام أسلحة محرمة دوليا بهدف تهجير سكانه. يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة اليوم من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا. إننا إزاء كارثة إنسانية تتشكل أمام ناظرينا، تتمثل بالقتل المستهدف والتدمير الممنهج والترحيل القسري عن قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء، عن تدمير المنزل وتشريد قاطنيه في حال لم يتم تصفيتهم بالكامل، عن تدمير البنية التحتية وكل ما يرمز إلى حياة يومية في غزة. يريدون أن يعود قطاع غزة كما كان قبل مئات آلاف السنين بدون قاطنيه. طالب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بوقف العدوان والحرب فورا وتأمين دخول المساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني. نطالب بوقف العدوان والحرب فورا، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر وجرائم، كما نطالب بتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لشعبنا بشكل فوري. الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها أنه في كل مرة وفي كل منعطف تختار إسرائيل الحرب، وتختار الاحتلال والاستعمار والضم والنفي، فهي لم تنحاز للسلام قط، ولم تختار قط احترام القانون، ولم تعترف قط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش كشعب حر ومستقل في وطنه. وعلى مدى السنوات 75 الماضية لم تستخدم إسرائيل سوى القوة والتهديد باستخدام القوة والاضطهاد والعقاب الجماعي والانتقام والسياسات والإجراءات التمييزية لتعزيز استيلائها على الأراضي واستعمارها للأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي مع الأمين العام للجماعة العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على ضرورة توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن العنف الإسرائيلي لن يؤدي إلا إلى عنف مضاد. كما أن استهداف المدنيين من أي جهة كانت والاعتداء عليهم يعد مصدر قلق بالغ، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وألا يكونوا هدفا أو ضحايا. يحدث كل هذا في خضم تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بالخير في المستقبل القريب، كأننا لم نستوعب بعد أن العنف لا يؤدي إلى العنف المضاد، وأن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء، وأن التطرف لا ينتج إلا التطرف. مشاهدينا الكرام، بعد قليل أولى حوارات من القاهرة. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عمليات العنف في قطاع غزة. بعد قليل ابقوا معنا.